أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نتواصل معكم في صباح الشروق على الهواء مباشرة، ويزدان بيننا وبينكم التواصل. هذا هو حال وطبيعة صباح الشروق، دائما التجوال في كل مكان في هذا الوطن الحبيب السودان عبر كاميرا صباح الشروق لنقل هذا المحمول الثقافي المتميز. ودائما يا منذر، ما يميزنا تنوعنا وتنوع نعم ثقافاتنا وعاداتنا وتقاليدنا وكل القيم السودانية السمحة دي هي تميز لنا. عشان كده المفروض نحن نتقبل الآخر ونمضي مع بعض بثقة أكبر عشان ما نصل لسلام أكبر وسلام مجتمعي ووطن معافى يسعى الجميع. نعم دائما السودان بيمتاز بتعدد الثقافات، بتعدد الموروثات وحتى الأديان والإثنيات والتفاصيل الكثيرة. إخوانا ده ما اختلاف، ده جمال للوطن الجميل اللي بيسع الجميع. وأكيد كلها يا حسام بتلتقي في تعايش سلمي جميل بيعكس طبيعة روح الإنسان السوداني أكيد الجميلة دائما. نعم، التعايش السلمي أو التعايش المجتمعي ما نعم بيجي إلا بالتسامح بين الناس، بالمحبة، بالخصال السودانية السمحة. نحن دائما ما أقول إنه نحن كسودانيين سامحين بطبعنا وسامحين بخصالنا. بيظل السوداني السوداني بكل ما تحمل هذه الكلمة من معاني ومن فخر. فأي مكان في العالم إذا مشينا وشفنا كيف الأمم من حولنا في تقدم وازدهار، نجد خلف كل مؤسسة كبيرة، خلف كل شركة، خلف كل تخطيط، خلف كل تطوير، رجل سوداني موهوب وعملي ومحترف في عمله، يحترم وقته ويقدم بكل ما أود، حتى أولا يقدم للسودان لأنه يعرف تماما أنه هو سفير السودان ويعرف تماما من هو السوداني الأصيل، من هو السوداني المحترف. نعم، ودائما السوداني خارج البلد وداخل البلد كمان يمتاز بالكرم والجود والأمانة والصدق، بس شوية كده مرات ذمنا حار يا حساب، لكن أكيد كل الحاجات دي بتنعكس إيجابية علينا في السودان وعلى الروح الطيبة للمواطن السوداني أينما كان وأينما وجد. ومن هنا من داخل استديوهات قناة الشروق بنحيي كل الطيور المهاجرة، كل الناس اللي دايما بتعكس الصورة السمحة نعم للوطن السوداني. أكيد، السيول والفيضانات وما دار في الولاية الشمالية نعم زميل متابع. بدأنا نلملم متاعنا ونحكم قبضة الأشياء، فالمسير أمامنا لن يكون قصيرا. الشمالية ومن على تخومها كانت هذه القرية الحالمة الوادعة التي تقع على الضفة الشرقية للنيل. استقبلتنا القرية قدرة ربنا إن شاء الله ربنا يمرقنا بس. ليس أمرا اعتياديا ولا سهلا ميسرا،
أن تفقد المأوى بين عشية وضحاها، ثم تفترش الأرض، فالفيضان عند فيضه لا يفرق بين الأرض اليابسة والندية، ولا المخضرة والجافة، ولا المعمورة والمهجورة، لتكون العواقب هكذا. فكيف صار ما كان بالأمس مسرحا ومرتعا؟ يعني المركب ماشي حاليا في نص الحلة، المركب في نص الحلة حاليا، فحجم الدمار كبير جدا، حجم الدمار لا يحصى. إذا قعدنا نحسب الخسارة والدمار الحاصل في المحصولات، في الزروع، في نفوق المواشي، علينا منازل ما في حاجة فيها، كل ما موجود دمار مبالغ فيه. حتى الأموات لم يسلموا في قبورهم، المساجد والخلاوة والمنازل حاضرا بزوادته قبل المقيم، والكهول يسابقون الشباب. فهذه صورة تتكرر بين اللحظة والأخرى، فلا مجال للتقاعس والتقاعد طالما الإرادة موجودة. من الصباح نقوم، من الصباح قبل ما نسوق، بعد نصلي الصبح طوال نمشي إن شاء الله، نمشي نقف فوق البحر نعين كلنا. وهنا عشان ما نقلل من الخسائر، فرغم عن ذلك البحر غلب الناس، والحمد لله. هذا يعني الشيء الذي تنظرون إليه، يعني دمار حصل. يعني إحنا عهدنا بحر 88 و94 و98 و2020 زي ده، يعني إحنا يعني ما حصل عليه الحمد لله، وهذا إرادة الله والمجهود. يعني من يعني امرقوا اخير شباب البلد، يعني هذا العمل ده قاموا به شباب البلد، مرقوا البلد، يعني لا تحت اندمرنا، يعني من بساتين، من فواكه، فالقلوب هنا صامدة، ومهما حاول الفيضان في تمرده فإنه لا يكسر العزيمة، وتظل القوة التي تطلق الأمل حرارة ووقودا وطاقة لا تفنى.